تحسين الشباب من التدخين ونافذ من الكتابات السيدات والسادة والعرب ثانويات والأساسات التعليمية. أنا حقيقة بصورة بصدد واحد العمل إنساني، العمل الوطني، واحد العمل نبيل جدا في موال بقالية التدخين ديال الشباب، وهذه المقاربة الوقائية تبتت لأنها اللي كتهدف أن تجنب الأطفال ديالنا السيجارة الأولى، هي أحسن مقاربة لعلاج آفة التدخين والمخدرات، هي المقاربة الأقل كلفة اللي ما كتكلف حتى شي حاجة، واللي هي الأضمن في النجاعة ديالها، واللي كتكون مع أكبر جودة الحياة، كتكون مع جودة حياة أفضل. لأنه كل ما كان إدمان مبكر، كل ما تعاطى الطفل أو الشاب السيجارة في سن مبكر، كل ما كتكون درجة الإدمان أعلى وأخطر. فإذا كل ما حمينا الشباب ديالنا من السيجارة الأولى ومتعاطي التدخين بهذه المقاربات المختلفة اللي شفناها من ثقافية رياضية تربوية إلى آخره، كل ما حمينا كل ما كتكون النتائج أضمن، بالخصوص إذا تدخلوا جميع الفاعلين الآباء والتربويين والمهنيين. التدخل ديالي كتقني ديال الصحة، وبغيت نشير دينيوس واحد الفروقات في مخاطبة الفئات العمومية المختلفة فيما يخص الوقاية من آفة التدخين. ألا هذه الفئات العمومية هي أقل من 13 سنة، من 13 ل 16 سنة، ثم من 16 ل 20 سنة. فالفئة العمومية أقل من 13 سنة عموما اليافعات واليافعين من 9 سنين حتى 13 سنة عموما ما كيتقبلوش التدخين. الدخان ديال التمر ما كيتوانش معاهم، كيضرهم في عينيهم، كيضرهم في ذاتهم، ما كيتفهموش كيفاش الناشئين كيتعرضوا للتدخين. وهذا المعطى الفطري اللي عند هاد اليافعين واليافعات خصنا نسموهم بعروض ما امكن علميا، لان كيكونوا هاد الفئه العمريه كاين تجارب مخبريه. كنجيبوا مثلا لفافه التمر في قارورة وكنشوفوا الاثر ديال الدخان ديال البودرون ديال القطران ديال التدخين على جدران الزجاجه، فكيلمسوا بطريقه ملموسه الاثار ديال التدخين على الرئتين وعلى الجسم ديال الانسان. فكل ما قمنا بهذه التجارب الموضوعيه قبل هاد الشباب كل ما كيكون الاستجابه ديالهم اكثر. وكذلك ننبهوا من الاله الصناعيه والاله الاعلاميه ديال شركه التمر والاثر ديالها على الشباب. كاين الفئه العموميه من 13 ل 15 سنه، هذه الفئه العموميه حساسه لان كتعرف تغيرات بسيكولوجيه وتغيرات هرمونيه وكتعرف فتره المراهقه، وهنا خص الانصات ثم الانصات ثم الانصات، وتدخل جميع الفاعلين من فاعلين صحيين وتربويين من اجل انصات لهذا الشباب هادو، وفي الحوار الثنائي معاهم اجتناب العروض اومس، وفي الحوار الثنائي معاهم نبهوهم لان التدخين كيخلي واحد رائحه ثانيه في الفم، كيأثر على النظره ديال الجلد، كيأثر على القدره الشرائيه، وبالخصوص كيأثر على القدره البدنيه وعلى اللياقه البدنيه ديال هذا الشباب. فهادو كلمات مفتاحيه في الحوار ديالنا مع هاد الشباب من الفئه العمريه من 13 ل 16 سنه. وخصنا نبهوهم بان الاله الصناعيه ديال الشركات ستيب، الاله الصناعيه والاله الاعلاميه ديالهم مهمله، الهدف ديالها الاساسي هو افقار جيوب المواطنين على حساب صحتهم، وكذلك يعني تدمير الصحه ديالهم. ومن خلال ذاك الشيء غيلمس المراهق الاثار الاقتصاديه والصحيه ديال التمر بهذه الحوارات الثنائيه وباعتماد الانصات وسيله للتواصل معهم. من 16 ل 20 سنه عندنا ثلاثه ديال الفئات، كاين اللي اجتنبوا التدخين، وهنا خصنا نكبسوا هذه الشيء ديال التدخين، ندمجوهم في هذه المبادرات الوطنيه اللي كنشوفوها في عروض فنيه، في ورشات تربويه، في لقاءات رياضيه. فاذا نسموا هذه الطاقات ونعطيوها مجال في تبين الابداع ديالها، وهذه افضل وقايه ممكن اداء باش يلتزم بالابتعاد على السيجاره الاولى. وكاين اللي كيكون مدخن غير منتظم، هذا المدخن غير منتظم خصنا ندخلوا معاه في واحد الحوار ما يسمى تقنيا بونتروتيان موتيفاسيونيل، وهذا كيعملوه الاختصاصيين في الانصات والاختصاصيين الصحيين، وحنا كنعملوه في اطار المساعده على الاقلاع عن التدخين. هذا بونتروتيان موتيفاسيونيل كيحفز الشباب باش يبتعدوا عن التدخين، وكينبههم للتاثير ديالو بمختلف الجوانب الصحيه والاقتصاديه والاجتماعيه ديالو. بالنسبه للمدخن المنتظم، وانا كنبه انه من بعد 18 سنه الشاب او الشاب اللي كيتعرض للتدخين كيلقى صعوبه كبيره باش يتخلى على هذه العاده هذه،
ولكن يحتاج المساعده الطبيه الا وهي الفحوصات لي كونسلتاسيون دي دو سوغاج دابا الفحوصات الطبيه للمساعده على اكلاء التدخين. هذه الفحوصات كدير حسب معايير معينه وكيجي الطبيب اول حاجه كيعرف درجه الادمان. كنعرفوا درجه الادمان من ناحيه واحد دو تيست هكا من خلال سؤال جواب، وكل سؤال كيكون متميز بنقطه معينه وكنسجلوا منه درجه ديال الادمان وكيساعدنا في تبني خطه علاجيه. كذلك كاين واحد الاله كنتمنى من جمعيه انا وان توفرها للمراكز الصحيه وتوفرها بخصوص الفضاء الصحه الشباب، وهي ماشي مكلفه، وكنعتقد الجامعه المتوسطه فيها شي شباب اختاروا شي اليات بحال هكا الا هي لاباري دو ميزيور دو سيرو. كاين واحد لاباري كينفخ فيه الشاب او الشاب وكنعبروا مباشره بواحد الطريقه كيميائيه كيتعرف شحال الدرجه ديال التسمم من اول اكسيد الكربون. هاد لاباري ماشي مكلف وحنا محتاجينو في لاكونسلتاسيون ديال سوفراج الدابا. كنتمنى على جمعيه انا وان توفر في لقاءات اخرى وغيخلي الشباب فاش كيشوف راسو الدرجه ديال التسمم كان منخفض من خلال لان الكونسلتاسيون ديال سوفراج الدابا فحوصات الاقلاع عن التدخين هي فحوصات متعدده فيها مواعيد منتظمه، من كل موعد كيشوف تحسن المؤشرات ديالو كيلتزم اكثر بالابتعاد على 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 التدخين. اذا كنشوفوا الدرجه ديال الادمان خلال تيست لو تيست دو فاجيس كوم هو المشهور، وكذلك خلال هاد لاباري دو ميزور دو سيرو، وكنشوفوا واش كاين ديبو اديكسيون، لان بالاسف التدخين كيقترن مع استهلاك مخدرات حشيش خمر مع سلوكيات واحده اخرى، وكيشوف الطبيب واش كاين امراض اخرى من خلال تيست كاين مؤشرات كنعتمدوها مثلا في لو تيست دو احيانا الشاب او الشاب كيدير التدخين لانه كتلقى كيعاني من مرض القلق او مرض الاكتئاب او عنده اعراض عضويه واحده اخرى. فالمهمه ديالنا في فحوصات المساعده على الاقلاع عن التدخين الثقه واستكشاف كل هذه الاعراض هذه سواء كانت اعراض نفسيه او عضويه من اجل المعالجه ديالها باش كتساعدنا ايضا باش كنعالجوا ذاك الشاب او الشاب من الاقلاع عن التدخين في الشموليه ديال الاعراض ديالو. وهنا فوضتني مندوبيه وزاره الصحه باش ننوه ونثير الانتباه ديالكم انهم كاين ثلاثه ديال المراكز في فاس اللي كتقوم بهذه الفحوصات المساعده على الاقلاع عن التدخين. اولها فضاء الصحه للشباب، وانا كطبيب فضاء الصحه للشباب كنتم غير رساله من الجمعيه ولا رساله من المدرسه المعنيه ويجي بها الشاب موفق بالولي الامر ديالو او يجي بطريقه تلقائيه للفضاء ونديروا ليه مواعيد منتظمه. نقدروا نحددوا مواعيد اسبوعيه منتظمه باش نعطيو هذه المواعيد باش كنتمنى انه على اللقاء ديال ماي نعطيو الاحصائيات ديال هذه الشراكه ديال المشروع الشراكه الى قبل التزيوت انه يجيو عندنا الشباب الفحوصات على المساعده على الاقلاع عن التدخين، وفي اللقاء المقبل ديال ماي نعطيو الاحصائيات وشنو وصلنا وشنو شنو مدى يعني الاستجابه ديال الشباب لهذه الفحوصات هذه ومدى النجاح ديال الفحوصات المساعده على الاقلاع عن التدخين. فاذا كاين فضاء صحه الشباب بمشيال كاين المركز الصحي سيدي ابراهيم وكاين المركز الصحي سهني شناب، هادو هما المراكز على امل ربما هاد الشراكه تفتح واحد الامل جديده واحد الافاق جديده قدام شباب مدينه فاس وشابات مدينه فاس ويتفتحوا مراكز اخرى ديال المساعده على الاقلاع عن التدخين. فاذا الشباب اللي كيعانيو من هاد الافه ولا غتكتشفوا من خلال المبادرات ديالكم الثقافيه والتربويه والرياضيه واللقاءات والتشاركيه ديالكم ما عليكم الا تعطيو كاين فيش دو ريفيرونس جمعويه رساله من الجمعيه ويجيو عندنا ومرحبا بهم بوغ لو ريكريتمون باش نستقبلوهم وندمجوهم في السيروم العلاجيه في اطار فرصات الكشف والمساعده على الاقلاع عن التدخين. وشكرا.